يا احمد. نعم. عايز اسالك سؤال ملوش علاقه بالموضوع. اسال سؤال. هو الاهلي جاب محمد شريف منين؟ جبت محمد شريف. مزعلك قوي، مزعلك قوي. ده قهرني محمد شريف، ده قهرني النهارده. يا عمرو انا عمري ما شفتك الا مقهور يا عمرو، وانا عمري شفتك طبيعي، انا دايما بشوفك مقهور. لا لا محمد شريف ده حاجه غير طبيعيه، لازم تقول محل. عايز اقول لك والله حاجه، خلي بالك دي قضيه انا عايشها بعد كده عندي، لانه ممكن بعض اللعيبه ما بياخدوش فرصهم، ولما يطلعوا بره ياخدوا اعراض في بعض الانديه ممكن ينوروا. ده حصل مع مصطفى محمد، راح اعرض طنطا وراح اعرض طلائع الجيش ورجع بسم الله ما شاء الله، شايفه دلوقتي مهاجم مصر الاول. محمد شريف راح اعرض انبي، كان ثاني هداف الدوري السنه اللي فاتت، رجع النهارده منور مع النادي الاهلي بالشكل ده. لا ناس كتير قوي. لا لا بصراحه لا، خلي بالك هتتفرج على موسم كروي رائع، وبشكر ان الاتحاد الصادق. نعم نعم، هناخد الدوري السنه دي ان شاء الله يا احمد. شكرا. انا بتسائل جدا بيك كده يا عمرو والله. هنا على طول تقول ان هناك ايادي اشتغلت بحيث انها تغير الجواب وتعدله، وتغير اللجنه اللي موجوده او الاتحاد اللي موجود، وتجيب اتحاد جديد، وبالتالي الناس اللي كانوا موجودين، الافاضل اللي كانوا موجودين يمشوا، ما لهمش دور في اتحاد الكره المصري. دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه الحقيقه ترددت اسماء ناس قديمه الحقيقه، يعني اعتقد دورهم ما كانش جيد. في بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلوية على اليوتيوب. بالنسبة للاهلوية اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكلة في تسجيل الدخول لليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي 3 نقط جنب بعض هتدوس عليهم، هتطلع لحضرتك القائمة اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب، وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.